Remind, remember. كلمتين شبه بعض في المعنى، مختلفين تماما على عكس ما انت متخيل، بس لو عرفت المعنى بينهم هتحل لك مشاكل كتير قوي. يلا بينا نشوف. Remind, remember. دي يفكر ودي يفتكر. ايه الفرق بين يفكر ويفتكر؟ والله بص يا سيدي، انا وانا ماشي في الشارع كده شفت عربية. العربية دي انا عارفها، انا ركبت معها قبل كده. انا افتكرت دي عربية الواد اللي انا نزلت معاه قبل كده من مش عارف فين ومشيت معاه فين. انا افتكرت العربية، تمام؟ افتكرت العربية، مجرد ما شفتها افتكرتها. طيب دلوقتي وانا ماشي في نفس الشارع شفت بوستر كده مكتوب عليه منحة للشباب والطلبة والخارجين للسفر في الخارج مثلا يعني. فانت شفت البوست ده فافتكرت ان انت كنت مقدم على منحة، تمام؟ يبقى البوست ده او البوستر دوت فكرك بالمنحة اللي انت كنت مقدم عليها. انت مجرد ما شفت حاجة افتكرت حاجة تانية، يبقى انت افتكرت المنحة، بس ايه اللي فكرك بقى بالمنحة دي؟ البوستر اللي قدامك ده. والله دلوقتي كل شوية ماما تخش تقولك ايه، يا ابني ذاكر، يا ابني ذاكر، يا ابني ذاكر، يا ابني ذاكر. انت حاضر هذاكر، هقوم اهو، حاضر اهو. هي بتعمل ايه؟ هي بتفكرك بالمذاكرة. يبقى هنا remind، هنا remind. انما انت بقى لما تفتكر المذاكرة كده مع نفسك وانت خلاص افتكرتها وقاعد بتذاكر، يبقى you remembered to study. انت افتكرت تذاكر عشان ماما فكرتك تذاكر، انما هي لو ما كانتش فكرتك انت ما كنتش هتفتكر. ها، ركز كده معايا واصحى للكلام. خليني اديك مثال. I remember the first time I ever visited the United States of America. انا فاكر اول مرة رحت فيها امريكا. مثال كمان. I remember that guy. He goes to the gym with me, but he doesn't remember me. أنا فاكر الراجل ده بيروح معايا الجيم بس هو مش فاكرني. الأنسة اللي بتنسى تغسل المواعين، ماما دايما بتفكرها تقولها يا بنتي ما تنسيش تغسلي المواعين. فهنقول لها إيه؟ هنقول لها Your mom always reminds you of washing the dishes. مامتك دايما بتفكرك تغسلي المواعين. شفت الراجل اللي كان في الجيم اللي مش فاكرني ده، عملت له إيه أنا بقى؟ I reminded him of me, so now he remembers me. انا فكرته هو بيا. I reminded him of me ودلوقتي بقى فاكرني. So he remembers me. وفي النهاية I'd like to remind you to press the like button if you like this video and subscribe if you didn't subscribe وshare عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. يلا بقى يعني من ده على ده وسلام.